المهندس سعيد الحكيم، رائد أعمال في مجال النظم المميكنة، مدير التطوير بشركة تاجر وشركة كونفيرتد إن، وشريك المؤسس لشركة بوتمي. خبرة بمجال التسويق والتجارة الإلكترونية منذ عام 2011. هلو، مهندس سعيد الحكيم، أصغر صاحب شركة في مصر مش كده؟ أهلا بيك. أهلا بيكي. في الأول وقبل ما أكلمك عن الابليكيشن أو التطبيقات اللي أنت عملتها عشان تحللنا مشاكل بتواجه كانت الـ HR، بس عايزة أسألك النهاردة عن تجربتك الشخصية. أنا عرفت كده أن أنت أسست شركتك الأولى وأنت عندك 25 سنة؟ يعني كمان قبل كده أعتقد. أنا عملت أكتر من حاجة، يمكن بطني هي اللي كملت دلوقتي، فدي كان عندي واحنا بنبدأ كان عندي تقريبا 25-26، هي من 4 أو 5 سنين. احنا لقينا ان هو طالما في فرصة وطالما في ان انا اقدر اخش للماركت وادخل تكنولوجي جديدة للماركت المصري، والماركت المصري كمان هيستفيد بيها، وكمان دلوقتي بقت اكتر في الماركت كمان العربي كله، فقلنا ليه لا. فبدأنا على اللي هي اشرح للي مش عارف ايه هي بوتمي. ايه الابليكيشن، حلت مشكله ايه؟ دايما انا عارفه انه اي تطبيق او حل تكنولوجي لازم يبقى فيه ازمه، وهو اللي بيملى الازمه دي او بيحلها. طيب، بوتمي، انا شريك مؤسس في شركه بوتمي. بوتمي هي منصه للاوتوميشن، الاوتوميشن بالتحديد في مجال الشات. فاحنا بنقدر ان احنا اوتوميت الشاتس، بدل ما صاحب البيزنس يجيب حد مثلا ان هو يخش يرد على كل حد بيخش يكلمه على البيزنس بتاعه، فهو بدل ما يعمل كده على طول، او بدل ما يعين حد ويضطر بقى يكتر الناس كمان اللي هو بيعينهم بالتتالي يعني، فبالتالي احنا بنساعده ان هو يرد على الناس دي بشكل اوتوماتيك، لانه الاسئله ممكن تبقى متكرره. بالزبط. وممكن تبقى معروفه مثلا. بالزبط. في السيستم هو تقريبا بيبقى 35% من اي بزنس بيجي له الاسئله كلها متكرره. فاحنا لقينا ان هو لو في طريقه اوتوميت بيها الاسئله دي فدي هيكون حاجه احسن، زي في البنوك مثلا لما بالزبط. البنك بيدي لك اختيارات انت عايز كذا او كذا بالزبط. او كذا، والاسئله كلها موجوده ومتجاوبه. بالظبط كده. اللي احنا عملناه ان احنا عملنا الطريقه دي بطريقه سهله. الاول كان الموضوع برمجه، وكان الموضوع صعب جدا، كان في منصات بتكون موجوده على موجوده بره مصر يعني، بس برضو بتكون اصعب او اغلى بالنسبه للمستهلك المصري او صاحب العمل يعني في مصر. بس احنا حبينا ساعتها ان احنا نخلي الموضوع بشكل ابسط، الموضوع يكون سهل جدا اي حد يقدر يستخدمه، في مجالات بقى زي البنوك، زي التجاره الالكترونيه دلوقتي، زي الاتش ار، حتى ان الناس تخش تسال اسئله عن مثلا انا فاضل لي كم يوم اجازه مثلا. فالحاجات دي كلها، لان دي كلها اسئله متكرره، وطالما بنقدر نجيبها من مكان واحد للداتا